ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد الاذان. احنا قبل ما نبدا ونكمل حوارنا كان في مداخله معانا، بيقولوا لي في حد عايز يكلم حضرتك. ماشي، اهلا وسهلا. هنقول الو. الو الو. ايوه خير، مساء النور، اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله وشكر لله. الله يكرمك. انا بس استاذن حضرتك اكلم استاذه رحاب. هي معاكي، اتفضلي. اهلا وسهلا. مساء الخير استاذه رحاب. مساء النور. انا مدام صفاء. اهلا وسهلا بيكي. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ تمام والله الحمد لله. انا بس حبيت اعمل مداخله عشان اشكرك على حاجات كتير جدا. حبيبتي ميرسي، ربنا يخليك. اولا المعامله الحلوه، ذوقك العالي، ثالث حاجه بقى المقاسات الجميله كلها ما شاء الله متواجده. ميرسي قوي، شكرا جدا لذوقك، كتر خيرك، ميرسي. فانا بشكرك جدا وربنا يوفقك ودايما من نجاح لنجاح. ميرسي جدا، شكرا لذوقك. شكرا جدا جدا، شرفتينا باتصالك يا فندم، شرفتينا. احد العملاء يعني بتوعنا، والحمد لله رب العالمين. عايزه اقول لك ان ثقه الناس ورضاهم دي حاجه بتسعدني جدا. طبعا. مش عايزه اقول لك يعني ده اللي بيدي الحافز. مشروعنا بدا صغير، وباذن الله يعني بالدعم ورضا الناس ان شاء الله باذن الله يكبر. ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى يبقى عندنا ان شاء الله فروع اكبر باذن الله. يعني يعني في الـ في الـ في, الـ في الخطه كده في نيه ان يبقى في الفرحه. والله يا استاذ عني انا هقول لحضرتك حاجه، احنا مشروعنا زي ما قلت لك كده بدا صغير، بس بفضل الله سبحانه وتعالى كان ناجح. وده بيدينا ثقه وبيدينا امل ان شاء الله باذن الله يعني على الخطه القريبه نعمل فرع اكبر في الشيخ زايد ان شاء الله باذن الله، ويكون فيه كل مستلزمات زي ما قلت في الحلقه اللي فاتت، يعني يكون فيه ان شاء الله القسم الرجالي والمكملات اللبس السواري باذن الله، ويكون كبير يعني ان شاء الله. هو المحتوى يعني موجود ممتاز بفضل الله سبحانه وتعالى، بس احنا عايزين كمان المكان يتغير ويكون افضل، وعلى الخطه البعيده ان شاء الله باذن الله يكون لنا اكتر من فرع باذن الله. باذن الله ان شاء الله. بصي ده يودينا لسؤال مهم جدا، اتليه فرحه. تمام. او البروجكت بتاع حضرتك ايه في الكارير؟ انت داخله في كارير فيه ناس كتير وزحمه. تمام. انت ايه اللي يميزك عن غيرك؟ يعني ايه اللي يميز فرحه؟ أيوه. عن باقي المنافسين؟ والله هقول لحضرتك حاجه. انا زي ما كلمت المره اللي فاتت وقلت ان الاستخدام الشخصي او الحاجه الشخصيه هي اللي خلتني ابص للتفاصيل الصغيره اللي كانت انا بهتم بيها. فبالتالي بعملها، فالحمد لله رب العالمين بتلاقي استحسان ورضا من الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، وريفيهات ماليه الصفحه. يعني اتمنى الناس كده تدخل وتشرفنا على الجروب وتشوف قد ايه ريفيهات بفضل الله يعني كويسه جدا ان شاء الله. كنا عندنا خدمات جديده. دي حاجه بقى كنت عامله حتى فوت للموضوع دوت على الصفحه، وما شاء الله لا يعني استحسان كبير جدا. بالنسبه للظروف اللي احنا فيها، سواء بقى كورونا او سواء مثلا ست عندها مثلا بيبي صغير او هي مش قادره تنزل، عملنا بقى سبق يعني. ايه بقى؟ عملنا ديليفري، يعني اول مره تحصل ان يكون في فساتين سواريه ديليفري. ديليفري؟ يس. يعني انا ممكن اطلب انا في البيت؟ ايوه بالظبط كده، بتطلب وانت في البيت بتنقي. بيكون طبعا مثلا في اتصال الاول بينا وبين بعض. بتقولي مثلا وزنها، طولها، لون البشره، او هي مثلا بتعمل سكرين للفساتين اللي عاجباها من على الصفحه. وبنبتدي بقى نتناقش كده مع بعض، وتقولي مثلا انا عاجبني دوت، انت وزنك ينفع مثلا؟ تمام، 1 2 3. بتختاري الفساتين اللي هي عايزاها، وعن طريق مندوب شحن بيوصلها لحد البيت، وبتديها وقتها وبتقيس براحتها خالص، وفي الاخر بيحصل الديل او لا. هو بفضل الله لحد دلوقتي مفيش ولا مره ما حصلش الديل، يعني كل مره بفضل الله بيحصل الديل وتمام، والدنيا بتمشي زي الفل. ودي حاجه يعني الحمد لله، الحمد لله احنا متميزين بيها جدا يعني، اتحدى. طيب الموضوع الدليفري ده كتكلفه بيتضاف على 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 ثمن الفستان مثلا؟ بص هقول لك، هو المفروض ان في مصاريف شحن زي اي حاجه بتيجي اونلاين. انا ما بلزمش العميل ان هو يعني يتعاقد او يحصل ديل، لكن بلزمه مصاريف الشحن مقابل الحاجه اللي هي راحت له وجت بس كده. حلو جدا. صيانه الفساتين ازاي احنا نعرف، او حضرتك بتعملي الصيانه اللازمه للفستان بعد ما يروح مثلا 3 4 ايام هنا
او أيوة. اسبوع هنا. ايوه لا والله في الحقيقه هو مشروع الايجار بيبقى قايم على ان هو بيبقى يوم، يعني الاكسبشن بس بيبقى مثلا في مثلا عميل بيقول انا عايزه اخد يومين او ثلاثه، لكن هو المتعارف عليه ان الفستان بيطلع قبل المناسبه بيوم. صورك ايه والله دي موديلات معينه مختلفه شويه، بيطلع قبل المناسبه بيوم وبيجي بعد المناسبه بيوم. المفروض ان احنا على طول بيروح للتنظيف، بنبص على طول اي حاجه حصلت في الفستان. هو الحمد لله رب العالمين عملائنا يعني ربنا يخليهم بيحافظوا على الفساتين بس برضو احنا مجرد الفستان ما بيوصل الاتيليه بيتم على طول صيانته، اي حاجه حصلت صغيره فيه او تنظيفه او بيرجع جديد حرفيا. ده طبعا خلاف ان احنا عندنا كوليكشن اسان كبير جدا جدا جديد. انا قلت لحضرتك احنا فاتحين بقى لنا حوالي شهرين ونص 3 شهور، بفضل الله سبحانه وتعالى جبنا 3 مرات كوليكشن. ايوه غيرت تصاميم المكان. ايوه بفضل الله سبحانه وتعالى. يمكن احنا عندنا نعمل كوليكشن الاولاني اللي هو الفستان الزيتي دوت تحفه جدا، وبنعمل عليه كمان اضافات، يعني مثلا لو جت يعني ده مثلا لغير المحجبات. لغير المحجبات لان هو طبعا مش بكمام. احنا جت عميله طلبت تصمم له كمام عملناها، وكانت عشان هي محجبه عشان تكون محجبه بالظبط كده، وعملنا نفذنا دم الكوليكشن الجديد خالص. عملنا فعلا الكمام ليها وكانت يعني سعيده جدا جدا. التعديل وبيمر علينا حلو. كمان مواقف حلوه قوي والله يا استاذ عون. يعني انا عايزه اقول لحضرتك من ضمن المواقف الجميله اللي مرت بينا الغريبه، ان كان عندنا عميله جايه لنا من اسكندريه. انا مش عايزه اقول لك، كانت المفروض هي يعني قالت ان هي كان عندها مناسبه واحده صاحبتها في الشيخ زايد ما كانتش هتقدر تيجي، وبعدين في اخر لحظه عرفت تاخد اجازه وتيجي. حلو. فبتقولي عملت سيرش طلعت الاتيليه بتاعنا وجات لنا وعايزه الفستان حالا، يعني هي جت يوم المناسبه. والله مش عايزه اقول لك، دي كانت عامله لنا ريفيو كبير قوي على الصفحه يعني. طيب. كان هناخد مكالمه. الاستاذ الو. ايوه الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا رحاب؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله تمام يا حبيبتي بخير. انا كنت عايزه اقول بس ملاحظتي على الموديلات بتاعت رحاب، حقيقي الاتيليه جميل جدا، الموديلات حلوه وكمان معاملتك كويسه جدا، وبتحاول تجدد من نفسها قوي في وقت قليل طبعا. ثبتت وجودها قوي، وانا بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله مزيد من التفوق يا حبيبتي. ميرسي حبيبتي، ربنا يخليكي. شكرا، شكرا جدا جدا، كتر خيرك، شرفتينا. الله يخليكي حبيبتي. شكرا والله والله بجد، يعني ريفيوهات الناس ورد الفعل ده بيخلينا بيدينا حافز كبير جدا جدا. يعني الواحد كل ما حتى يكسل شويه او يقول لا لا، بيفضل يدور على الالوان الجديده ويدور على الموديلات الجديده ويعمل تصميمات. يعني الحمد لله حتى عندنا في المكان معايا حد بيساعدني بيصمم الموديلات. ايوه منا من الناس الجميله اللي دارسه اساسا برضو تفصيل سواري، وبتساعدنا وصممنا اكتر من موديل للمكان، كان رائع يعني الحمد لله رب العالمين. والفساتين يعني في عندي فرايتي كبيره جدا من الالوان والمقاسات والموديلات، فده بيتيح ان العملاء لما بيجوا الحمد لله رب العالمين بتلاقي اللي يناسبها. يعني دايما حتى المره اللي فاتت برضو قلت البسي اللي يليق عليكي، انا ستيل بقول البسي اللي يليق عليكي، فاللي بتيجي يعني الحمد لله الحمد لله بتلاقي، واحنا بنقدر نساعدها. يعني لو فستان عايز يتضيق بنضيقه، وفستان عايز يتقصر بنقصره، وبتطلع الحمد لله ساتسفايد جدا وراضيه ومبسوطه. الموضة يعني، أو خليني أخد كده في نص دقيقة، إزاي السوشيال ميديا ساعدتك أنك أنت تطوري من شغلك، أو ساعدتك أنك أنت تاخدي شريحة معينة؟ هقول لحضرتك حاجة، إحنا في العصر والوقت الحالي دوت هو السوشيال ميديا أهم حاجة طبعا، وده اللي أنا اكتشفته كمان لما دخلت في المشروع وابتديت فعلا فيه. مهما أنت عملت دعاية من غير ما تقتحم السوشيال ميديا أنت ما عملتش حاجة، لان هو دلوقتي في ظل برضو الظروف على طول اول حد بيحتاج حاجه، زي ما قلت لحضرتك كده اللي هي العميله اللي جت لنا من اسكندريه دي، اول ما كتبت اتيليه في الشيخ زايد طلع لينا يعني اول حد ليها. وعلى طول كلمتني قالت لي انا عايزه فستان دلوقتي حالا ويتظبط دلوقتي حالا. وعايزه اقول لك طلعت من عندنا من الاتيليه لابسه الدريس، يعني هي راحت جت من عندنا لبست ونزلت لابساه يعني، وكان ده طبعا حققنا لها المعادله يعني الصعبه ان هي لقيته وضيقناه لها وظبطناه في ساعتها في نفس الوقت ونزلت بيه من عندنا. حلو. كانت راضيه جدا الحمد لله. يعني نهايه كده حضرتك عايزه تقولي ان السوشيال ميديا عامل مهم جدا في اي مجال مهني. طبعا طبعا السوشيال ميديا مهم جدا جدا جدا، سواء ان انت بتوصل مشروعك للناس او ان انت بتلاقي استحسان من الناس وسبورت ودعم بيخليك تقدر تكمل وتقدر تقول ان انت ناجح. بالظبط. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله والشكر لله.
وكمان دخلنا في عالم الموضه ودخلنا كمان في الالوان الجديده والموديلات الجديده. يعني انا برضو بتميز بحاجتين برضو مهمين جدا عندي. اول حاجه الالوان، الالوان عندي ما شاء الله. يعني يمكن كان زمان دايما بنقول ايه اللون الاحمر، اللون الاخضر، اللون الازرق، وستيل موجود. خلينا نقول ان دايما الالوان دي هتفضل موجوده. حلو. لكن ابتدى يطلع الحاجات الحديثه والحاجات العصريه اللي هي المشتقات الالوان دي. يعني مثلا لو خدنا مثلا الجرين اللي هو الاخضر، نلاقي المنت جرين، هتلاقي اللي هو الاوليف اللي هو اللون الزيتوني، هتلاقي كذا لون مشتق منه. هنلاقي مثلا اللون البلو اللي هو الازرق، هنلاقي البيبي بلو، هنلاقي اللون برضو اللي هو التركواز، الاكوا جدا. الاكوا مارين، اللايت بلو، ناخد الاوشن. ناخد طرف الكلام اللي احنا بنتكلم فيه في موضوع الالوان، لان واضح ان المجال واسع وكبير. طبعا واسع وكبير. يعني المره الجايه ان شاء الله، يعني باذن الله ان شاء الله نكون مع بعض ونبدا من موضوع الالوان وندخلينا بقى في قصه تانية، لان واضح ان الموضوع كبير جدا. طبعا احنا بس يعني بنقول احنا يعني بدعم الناس وان انتوا تيجوا ان شاء الله باذن الله هتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه. والحته الثانيه برضو اللي عايزه اقولها في التميز بتاعنا اللي انا باكد عليها، ان انت بتخشي بتطلعي بكل اللي انت عايزاه، بالطرحه وبالشوز بالبادي بكل حاجه. هتدخلي اتيليه فرحه، هتشتري يعني هتشتري. فاصل ان شاء الله باذن الله. اشكر حضرتك. فاصل ونرجع عشان نكمل بقى فقراتنا. استنونا.